اما بدات المشوار ده بقى ولقيت قلت له يا عصام احنا هنلعب بشورت وفانيلا. قال لي ايه يا كابتن؟ انا طول عمري بلعب بنطلون. قلت له بقول لك ايه انت هتتعب هنلبس. طب ليه يا كابتن اشمعنى؟ انت بتعمل الناس كلها عصام الحضري ده 43 سنه 44 انت بتعمل شخصيه جديده اللي يشوفها صغره نفسيا وحاجه تانية هو يمكن ما قلتلهوش ساعتها. دايما لما تخسس واحد 8 كيلو وتبدا الماتشات في ايام مش هتدي تدريب جرعات او وحدات تتحرق ممكن يزيد ايه اللي هيخبيه البنطلون انما الشورت والفانيلا كابتن كريم ما انت عارف هيكشف. فعايز اقول بدا مشوار التزام جهد غير عادي. كان في ايام بيتمرن 3 مرات يعني جيم وبيجي نص ساعه رشاقه ومرونه عشان طبعا اي حد من المدربين يسمعنا يبقى عارف لان طب ازاي 44 سنه وبيتمرن 3 مرات الجيم بياخد وحدات معينه انا محتاجها حاجات مدروسة ومقننة كمان مقننة يعني. وكله اللي يفيدني انا عايز من عصام ايه انا عايز اوصله ان لما يجي يعمل حركة يبقى عنده الرد الفعل السريع اللي يوازي عشان يبقى في احسن صورة. الاسرة بتاعته كابتن كريم كان لها دور كبير جدا. المدام بتاعته وبناته بصراحة المدام عملت دور كبير جدا 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 لانها تحملت عبء الاسره كلها وقالت له خليك انت الهدف مع الكابتن مركز انت في الكوره فلدرجه هو اقامته لان لازم كان يومين يعمل تلج وما قدرش يعمل مثلا ايه؟ تلج يومي عصام يخلص التمرين يروح يقعد في البانيو مليان تلج.